سيستم بي هو حضرتك المفروض ان هو بيبقى تبع الفورم او تبع الكواليتي، هي اللي بتطلع الكودينج سيستم. الكودينج سيستم بيبقى عبارة عن ان هو بيبقى فيه جزء من التريد، جزء من رقم المبنى اللي طالع في الدروينج دي، بيبقى فيها جزء من التنفيذ بتاع اللوحة دي. فكل شركة بيبقى لها البوليسي او الكواليتي اللي هي بتطبقه، مفيش حاجة بتبقى ابليكابل على كل الشركات. هو برضو المكتب الفني هو المفروض ان هو عنده سيستم يشتغل عليه، يعني هو ما ينفعش حد يدي لحد الكلام ده. بس يعني ممكن حضرتك تشوف اي بروجكت تشتغل على ده وتاخد منه كودينج سيستم بتاعه، رغم ان ده غلط، بس هو المفروض ان الشركة تكون حاطه له مع الكودينج سيستم مع الفورمز اللي هو هيشتغل عليها، لان دي حاجة بيعتمدها من الكونسلتنت عشان يبتدي يشتغل عليها البروجكت كله. فانا مش قادرة افهم هم ازاي مش عندهم حاجة زي كده. بس يعني عموما يعني هبقى اشوف لحضرتك، طيب لو حاجة من بروجكت قديم مثلا حضرتك تشتغل عليه.